مع انطلاق ماراثون امتحانات طلاب الفرق النهائية، تقوم الجامعات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامة المشاركين في الامتحانات. هذه الامتحانات الآن وهذا العام لها مذاق مختلف. هناك إجراءات وقائية واحترازية بتبذل من قبل الجامعة، هناك تعليمات وتوجيهات والتزامات مطلوب من الطلاب ومطلوب من الأساتذة المشرفين على الامتحانات والعاملين في الجامعة الالتزام بها في إطار خطة استراتيجية وضعتها الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة منذ اندلاع الجائحة في يناير الماضي. خطة الجامعة في الحفاظ على صحة العاملين والطلاب وأعضاء التدريس وسلامتهم بتتلخص في الالتزام الصارم بمجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي بتبدأ من أبواب الجامعة والكواشف الحرارية اللي بتقيس درجة الحرارة، البوابات الإلكترونية للتعقيم، أكتر من منضدة في مدخل الجامعة عليها كمامات وعليها معقمات وأدلة إرشادية، هناك تطبيق للتباعد الاجتماعي، هناك متر ونص على الأقل بين كل طالب وآخر، هناك عدد أقل من المراقبين وعدد أقل من المشرفين، هناك حرص على متابعة الحالة الصحية للجميع. زي ما شفنا مع حضراتكم ده التقرير اللي هو بيتكلم على الإجراءات الاحترازية والوقائية وشكل التباعد الاجتماعي في سير العملية التعليمية، وخاصة في امتحانات السنوات النهائية اللي كانت الحقيقة معضلة. هل هنمر بتقديم البحوث وانه هنكتفي بده ولا السنوات النهائية؟ طب الكليات العلمية العملية هيبقى الامتحانات فيها ازاي؟ لكن الحمد لله ومن فضل الله احنا قدرنا نتخطى هذه الازمة بمجموعة الاجراءات القوية اللي قامت بيها وزارة التعليم العالي. طيب عن هذا الموضوع وعن استمرار الحياة العلمية في مصر والدراسة والتعليم عن بعد اللي هو أصبح السمة الأساسية في العملية التعليمية فيما هو قادم، لازم نكون عندنا وعي ونفتح دماغنا كويس جدا انه خلاص مش هينفع ان احنا نبعد عن المسار العالمي او الدولي في مسألة التعليم والبحث عن المعلومة بدلا من التلقين. الأستاذ اللي بيقول وبيحكي وبيحفظ ما بقاش هيبقى موجود خلاص. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في مصر جميلة، برحب بالأستاذ دكتور عادل بدر الأستاذ بكلية التربية النوعية. أهلا بيك. أهلا وسهلا، منورني. صباح الخير على حضرتك. يعني هبدأ مع سيادتك، بالتأكيد إجراءات مهمة جدا، كانت يعني زي ما بنقول إيه، كان تحدي كبير جدا قدام من هم القائمين على العملية التعليمية في الانتهاء طبعا من السنوات النهائية في الامتحانات. تفضل يا فندم. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مصر يعني بتعتبر رائدة في فكرة إدارة الأزمات. الموضوع ده كان شغل شاغل لإدارة وإدارات تابعة ليها، بحيث ان هي تجد الوسيلة او الطريقة اللي ممكن نعبر بيها هذه الأزمة. فكان في سيناريوهات كتيرة جدا، احدهم ان احنا لازم الطالب يمر بالامتحان علشان خاطر يبقى بالنسبة له القوام بتاعه مكتمل، بحيث ان ما يجيش في سنة مثلا 2025 يقولك لا ده بتاع 2020 كان ضعيف ما استواش. ايوه ما استواش، ما امتحنش راجع ببحث. فده وارد ممكن بالنسبه لسنوات النقل، لان احنا هيبقى لسه في ايدينا ان احنا نكمل، او الحاجات اللي هي كان فيها مشاكل ممكن نكملها مع بعض. بالنسبه للسنوات النهائيه، ان الاقسام كمان كان لها دور في ان هي تحاول تشوف ايه الاليات اللي ممكن تعمل. هل نخلي الامتحان مثلا اللي 6 ساعات نخليه 3 ساعات؟ في بعض الاساتذه يقول لك طب ده ال6 ساعات ما كانوش بيبقوا كافيين عشان خاطر الطالب يخلص المنتج او العمل الفني، سواء تصميم او رسم او نحت ايا كان العمل. ف3 ساعات هيبقوا كافيين؟ بالعكس، انا بطمن حضرتك النهارده انا اول امتحان كان عندي في كليتي كان بمادتي انا، ماده النحت. والحمد لله ربنا اكرمنا انا وزملائي وطلابنا ان الاولاد اتموا العمل بشكل كويس قوي برغم الظروف، لان المصري له سمه مختلفه. لما بتحطه في ازمه بيبدع،
بيبتكر، بيطلع حاجات رهيبه. وعايز اقول لحضرتك حتى الدرجات بتاعت الاولاد والاعمال اللي طلعت كانت اعمال محترمه جدا. نعم. الكليه كان عندها وعي بان هي هل هنخلي الامتحان على فترتين، يبقى مثلا من 9 ل 12 ومن 1 ل 4. طب وليه؟ طب ما انا اخلي المده طويله وطالما عندي انا مش بمتحن بس غير السنوات النهائيه. طب بتمتحن طالب في ماده فنيه كلها احساس وتذوق والحقيقه يعني العمل الاكاديمي كمان بيبقى له طابع خاص يعني. طبعا طبعا هي علاقه، لان الطالب كمان هو حس بان الكليه والدوله عندها وعي في ان هي خايفه عليه. صحيح. صدقني ده خلى حرص عند الطلاب ان هم نفسهم كمان عايزين يمتحنوا وعندهم استعداد ان يطلعوا اقصى ما في جهدهم. احنا كمان زي ما بقول لحضرتك بقت يعني عبايه ان احنا نخلي الفترتين، لا طب وليه انا اخليها فتره ممتده بحيث ان الطالب ياخد وقته اللي هم الثلاث ساعات من 9 ل 12، بحيث بعد كده احنا كلجنه بندخل نصحح الاعمال بتاعه الطلاب. الطالب طبعا بيرجع لبيته او للمسكن او للمدينه الجامعيه. يعني احنا عندنا في جامعه القاهره كان عندها الوعي برضو ان المدينه الجامعيه بعد ما كانت معموله للعزل بقت اماكن للطلاب اللي هم مغتربين جايين من المدن الاخرى، وان نستقبلهم قبلها بفتره كمان عشان خاطر الواد يعيش التجربه بتاعه ان انا جاي لحاجه معينه للامتحانات. القصه الثانيه بالنسبه حتى للامتحانات النظري هتبقى برضو فتره، يعني هتبقى المده بتاعتها بدل ما هي 3 ساعات هتبقى ساعتين، والاساتذه المفروض ان هم يكيفوا الامتحانات بطريقه او اخرى، لانك انت في الاول وفي الاخر انت عايز تقيس حاجه معينه عند الطالب ده. صحيح. دكتور عادل، خليني السؤال اللي لو انا قاعد بتفرج على حضرتك دلوقتي والسؤال الاهم، طيب احنا بنتكلم وبنرسخ دعائم التعليم عن بعد. تمام. او التعليم اونلاين. تمام. او ان الطالب يجري هو اللي يدور على معلومته ويذاكرها ويحفظها بنفسه. كليات العملية هيبقى التعليم فيها ازاي؟ هيبقى الشكل ازاي؟ خاصة احنا بنتكلم على تربية نوعية فيها الرسم وفيها النحت وفيها الموسيقى، يعني امور ما هي سهلة بالمرة. لا هي بص اقول لحضرتك على حاجة، انا بس عايز اوجه نظر لحضرتك ان التعليم عن بعد او التعليم المدمج بالنسبة للدول التانية الأوروبية واللي زي ما بيقول دول العالم التانية كان عندهم موجود من سنين فاتت. صحيح. لكن احنا بالنسبة لنا كان واخدين على الطريقة التقليدية والطريقة الكلاسيكية. بعض الأساتذة وبعض الكليات والأكاديميات، وده كان برضو موجود في مصر، كان بيشتغل على الجزئية دي، لأن أنا عندي مثلا فكرة الكريديت أور ده موجود عندي من سنين طبعا، وهي أن الطالب مش هو الطالب الملقن اللي أنا بديله معلومات وهو بيستقبلها، زي فكرة أنا بنقول عليها الطريقة القمعية شبه القمع اللي احنا بنحط منه السوائل. صح. فاحنا انا بصب له المعلومات وتنزل بقى هنا تنزل هنا مش هتفرق. لا، النهارده احنا بنتكلم على ان التربيه النوعيه، انا يعني بشوف ان حتى كلياتنا كليات التربيه النوعيه على مستوى مصر، انا عندي حوالي 25 كليه على مستوى جمهوريه مصر العربيه لكليات التربيه النوعيه. نعم. كليات الاخرى زي الفنون جميله وفنون تطبيقيه وتربيه فنيه الزمالك واللي ليها علاقه بالفن نجحوا في ان هم يبقى في تواصل شبه يومي وشبه طول اليوم. يعني بعض الاحيان الطالب مثلا بالنسبه لفتره الحظر كان بيبقى بيسحب راحته، وبنبدا مثلا من الساعه 5 او 6 بعد الحظر ما يعني بيبدا لغايه بقى تاني يوم الصبح. وفي تواصل دائم. الجامعه عملت حاجه كويسه قوي ان قالت لك هنعمل مقررات مش الكترونيه، لكنها مقررات مرفوعه على موقع الجامعه الالكتروني. احنا حطينا كل استاذ حط يعني ملخص بشكل بسيط بحيث ان الطالب يقدر يستفيد. نقدر حطينا له فيديوهات اللي الطالب ممكن يقدر ينفذ زيها، وفي نفس الوقت يقدر يبعت لك كمان الحاجات دي. سمحيه كمان للاستاذ بتاع الماده ان هو يشرح الاعمال الفنيه بشكل الحقيقه افضل، وفي وقت خلاص في مساحه انا قاعد الفيديو بيتشرح قدامي ممكن اعيده مره واثنين وثلاثه واقدر ان انا استفيد من المعلومه اللي بيقولها لي الدكتور بتاعي. اكيد. انا عايز اقول لحضرتك احنا مثلا عندنا في الكليه عندنا فئه الصم وضعاف السمع، احنا كنا بنعمل لهم احيانا فيديوهات ياخدوها البيت وهم مروحين عشان خاطر اسرته تشرح له. فالنهارده انا لما بعمل ده انا مع الطالب كل شويه. أيوة. هو ممكن يشوفني بعد شويه ويرجع. أيوة. طب انا مش انا ما فهمتش النقطه دي يا دكتور. فيروح مكلمني. طب انا هبعت لك التصميم الفلاني. لكن في الكليه هي زمن المحاضره الثلاث ساعات. صحيح ممكن نتقابل خلال الاسبوع، لكن مش ممكن ما نتقابلش، انا ممكن ما اروحش الكليه. نعم. احنا احيانا كنا يعني بعض الاساتذه بيعملوا فكره اللي هي الجروبات اللي على الواتس حتى قبل فكره الحظر وقبل فكره الازمه. على اساس ان كان عندنا من الوعي يعني من فكره التعلم المدمج او التعليم الالكتروني، يعني اللي هي مقرر الكتروني اسمه التربيه المتحفيه. انا بدرس
بندرسه من حوالي كام سنة، 10 سنين، بنفس الكيفية، ان جزء في المحاضرة بدرسه مع الطلبة ومن خلال الباوربوينت ومن خلال البرامج اللي ممكن اتواصل بها مع الطالب جوه القاعة التدريس، وكمان في جاليري المتاحف اللي موجود على موقع الجامعة. طب وكمان في على طول ده كمان على ارض الواقع اسئلة كتيرة ونبدأ نشوف نقدر نتواصل من خلال. صحيح، تقدر يعني مصر بتقوم بأكبر متحف على مستوى العالم، حاجه مبهره جدا. هي مصر شوارعها متاحف. صحيح. طيب دكتور عادل، لما نيجي نتكلم على اختبار القدرات، دائما هذه الكليات بتعمل اختبار قدرات الاول لطلابها عشان تشوف مين هو اللي يقدر ان هو يخش يستحق ويدرس ويستحق. الحقيقه كلمني عن هذه الاختبارات. بص هقول لحضرتك على حاجه، هو كان طبعا في البدايه كانت الامتحانات القدرات كانت تابعه للمدارس، يعني الطالب في المدرسه بتاعته بيمتحن امتحان قدرات. الدولة تنبهت للنقطة دي لأن أحيانا في طالب مثلا ما بيبقاش مركز في الجزئية دي، فبدأت الامتحانات تبقى تابعة الكليات، وده هم أهل يعني أهل الموضوع، لأن هم عارفين إزاي يقدر يستوعب الطالب ويعرف إيه قدراته وهيحط له محكات معينة طريقة معينة. فكان الامتحان في البداية هو مجرد رسمة أو تصميم بيتعمل وبس. الدولة في السنوات الأخيرة السنتين الأخرانيين عملت حاجه محترمه قوي، ان هي بقت الموضوع مش مجرد ان انا جاي واحد حرفي هيقعد يرسم ويلون او يعمل تصميم، لا ده انا عملت له ثلاث انواع من الامتحانات. امتحان تصميم اللي هو بيعمل تصميم سواء فكره الفنون او العماره او الكلام ده او المنظور. امتحان رسم ان هو يقدر يعمل تكوين وازاي يشوف يقدر اشوف هو الولد استيعابه للموضوع قدرته على الرسم. صحيح. الحاجه الثانيه واللي هي المهمه، انا عايز كمان اشوف دماغه فيها ايه. فبدي له مجموعه من الاسئله النظريه بحيث ان هو الولد يبقى عنده حصيله من المعلومات وحصيله من الافكار ومحكات من خلال التساؤلات اللي بيعملها، ودي بنسب، وبحط له ان مثلا 70% لو نجح ب 70% بالمجموع الثلاث امتحانات يبقى معناه انه قابل للدخول. انا شايف ان فكره القدرات حتى في كل الكليات، يعني احنا النهارده بنقول ان كليات الاعلام عندها امتحان قدرات. صحيح. وصدقني ده افضل هي. نعم. بس النقطه اللي احنا ممكن نوجه النظر ليها ان ما يبقاش المجموعه بقى بتاع الثانويه العامه هو اللي ممكن بعد الولد اكتسب القدرات تقول له لا ما ينفعش عشان انت جايب مجموع قليل. هو ده بقى دي جزء، يعني بشكرك جدا يا دكتور عادل انك طرحته. انت عندك طالب ربما يكون مجموعه مش جايب الكليه دي، لكن عنده موهبه وعنده طاقه وعنده حتى، يعني انت بتتكلم مع فنان قاعد قدامك. ايه الحل فيها دي دكتور؟ الحل فيها ان زي ما انفذ الكلام لاخره، يعني بره مثلا احنا بنتكلم على دوله زي فرنسا، لما عندي طالب بتاع عايز يخش كليه الطب من حقه السنه دي انه يتقدم. طب افرض انه ما اكتسب القدرات، من له الحق الفرصه السنه الجايه ان يجتازها. وعلى فكره ده محطوط في الحسبان، يعني الدكتور طارق شاوي حاطط ده في الجزئيه دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعمل مع الدكتور، يعني مع وزاره التعليم العالي. ان هي الطالب ممكن قدامه فرصه خمس سنين يتقدم للكليه ويشوف ان الجزئيه دي تتعمل. فاحنا جايين في مصر الجديده، مصر جميله، ان الفتره اللي جايه احنا بنحاول ان احنا نطبق كل الحاجات اللي ممكن تدينا ان احنا نغزو العالم بشكل كويس، لان احنا احنا اصحاب حضاره، اصحاب فن، اصحاب فكر، اصحاب جلد، عندنا عزيمه. يا سيدي الفاضل، هذا الوطن لا يسير الا بالفن. دي حقيقه، يعني انت بتتكلم في كل حاجه جميله. مصر كانت وما زالت وستبقى باذن الله طبعا رائده في كل مجالات الفنون، وده بالتاكيد مش كلامي انا. تعالوا اتفرجوا متاحفنا عامله ازاي، تعالوا اتفرجوا على القوة الناعمه بتاعتنا، اتفرجوا على اللغه المصريه والعربيه اللي غزت العالم العربي بالزبط كله. بالزبط. ده جزء مهم جدا. اخيرا، امتى امتحانات القدرات يا دكتور عادل؟ هي ان شاء الله هتبقى في بدايه شهر اغسطس، ده على حسب ما هو محدد على مكتب التنسيق، وانا عايز يعني ادي مجموعه من الخبرات يعني اسرنا واولادنا في مصر. الامتحان بسيط جدا، لانك انت النهارده بتقدم اونلاين، مش لازم تروح مكتب التنسيق وتخش تقدم حاجات ورقيه، انت عن طريق النت تبدا تخش على الموقع، موقع التنسيق الالكتروني اختبارات القدرات، بتبدا تحط بياناتك، تحط الثانويه العامه، انت تخصص ايه، ادبي ولا علمي. طيب بعد كده الخطوه اللي بعديها ورقم الجلوس ورقم القوم بتاعك. بعد كده الخطوه اللي بعديها بتبدا تختار هل عايز كليه الفنون، لان هو ساعتها بيقول لك ايه، انت بالنسبه لك قسم ادبي فليك مثلا كليه
فنون جميلة. صحيح. انت مثلا فنون تطبيقية يبقى انت عشان خاطر تخصصك تخصص علمي وعلم رياضة ولا علم علوم. فده بالنسبة لك كله بشكل اونلاين، يعني حتى مش هنرهق اولياء الامور ولا الطالب، هو بس اللي اليوم اللي هيروح فيه هيمتحن فيه، لان الكليه هتحدد له ميعاد وهتبقى ملتزمه بامتحانه اللي هو كمان جميل. الطالب ايه جميل. هو الطالب اللي بيدخل على الموقع بيحدد اليوم بتاعه اللي بيمتحن فيه. استاذ دكتور عادل بدر استاذ بكليه التربيه النوعيه، شكرا جزيلا لوجودك معايا النهارده، وبنتكلم على جزء مهم جدا من حياتنا. خلونا نرجع مره ثانيه ونواكب العصر ونتعلم بشكل افضل. بشكر حضراتكم، بكرة إن شاء الله أسرة جديدة من مصر جميلة، إلى اللقاء.